بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي مدحه الله تعالى في هذه الآية هو مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا المسجد في كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتين في مسجد قباء، وقال: من توضأ في بيته وصلى وجاء إلى هذا المسجد وصلى ركعتين كانتا له كأجر عمرة، كانتا له كأجر عمرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأسباب للوصول إلى هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى المدينة مكث هنا 4 أيام وصلى وبنى هذا المسجد ما بين الاثنين والجمعة، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمكث عند أهل هذه القرية، قرية قباء، واسمهم بنو عمرو بن عوف، وأقام فيهم 4 أيام ورحبوا بالحبيب عليه الصلاة والسلام وأكرموه غاية الإكرام، ومدح الله تعالى أهل هذا المسجد بأنهم أناس طاهرون متطهرون، حيث قال سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حبيبي الكريم، أخي الفاضل وأختي الفاضلة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا وإياكم من هذا المقام والوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصول إلى هذه المساجد المباركة، آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي بناها. فقد بنى هذا المسجد وبعد ذلك دخل إلى المدينة ورحب به أهلها، وهناك سيبني بيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيبني مسجده بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فزيارة هذا المسجد نستفيد منها عبرا كثيرة. أولا، أن أهم ما يبدأ به الإنسان إذا حل بمكان أو بلدة وأراد أن يسكن فيها قبل أن يبني بيته، إذا كان باستطاعته أن يبني بيت الله، بيت الله سبحانه وتعالى، ومن لا أقول من المصادفات وإنما من الكرامات التي وأقدار الله التي أكرمنا بها في هذه الرحلة، أن التقينا بشيخنا الدكتور العلامة الفاضل سيدي محسن الدعراوي، وهو حقيقة سفير علماء المغرب وقراء المغرب، وهو من أحسن من عرف ببلده في هذه الديار، حيث كتب الله له أجر مبادرة رحيم العلم التي يجمع الله فيها بين علماء المشرق وعلماء المغرب، فقد عرف ببلده ومثلها أحسن تمثيل، ليس بالكلام فقط وإنما بالأفعال. فهذا الرجل له مكانة عند علماء المدينة، وله مكانة عند علماء الحرمين عموما، وخصوصا عند علماء القراءات. فأسأل الله تعالى أن يبارك في جهده، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في صحته، وأن يبارك له في أولاده وأهل بيته، وأن يكرمه بالفردوس الأعلى، لأنه من أهل الله، ولا نزكي على الله أحدا، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.